زوما عدي كلاسمراني الفرنسي ابن انجبته سانتيتيان بامتياز. يا سلام جول جول يدي نزار الجوهرة البلجيكية مر على طريقة ليونيل ميسي راوغهم وعبر بين أقدامهم ليضع الكرة في مرماهم. تشيلسي هدف، برشلونة لا شيء في بداية مطلع هذا الشوط الأول. شوف كيف مر ببراعة وكأن لاعبي برشلونة يعانون من إرهاق شديد ومن إرهاق طويل. مر من الكرواتي فراكيتيتش وبعد ذلك من الإسباني ثم الثنائي دوغلاس بيريرا ومارك بارترا والكرة في مرمى الألماني مارك تيرشتيغن عبر العديد من الجنسيات والدول ليسجل للبلوز تشيلسي الجوهرة البلجيكية.